بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد الاحتفالات مستمرة في القلعة الحمراء ومع جماهير النادي الأهلي في كل مكان وفي ربوع الوطن العربي الكبير. بعد المشاركة المتميزة البرونزية كان هناك تحدي جديد للنادي الأهلي في أقل من 48 ساعة. التحدي ليس في الانتصار أو الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة الجديدة لكأس السوبر للأندية الأبطال، ولكن التحدي في فكرة كيف تلعب مباراتين في أقل من 48 ساعة وتحقق الهدف المنشود، سواء بإحراز البرونزية أو حتى بالوصول إلى نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال. نجح الأهلي في ذلك، حقق البرونزية، أسعد جماهيره في المملكة العربية السعودية، ثم استمرت الفرحة في الإمارات العربية المتحدة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة ماراثونية حتى الدقيقة 94. نجح إمام عاشور في إحراز هدف كان كفيل بالأهلي للتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة فيوتشر في مباراة يوم الخميس المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا عن مشاركة الأهلي في كأس السوبر للأندية الأبطال، آخر أخبار الفريق، مدى جاهزية اللاعبين، موقف الشناوي وياسر إبراهيم، والنهاردة كمان عندنا تهنئة مهمة جدا من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مهنئا الأهلي بالمشاركة كأول نادي عربي وإفريقي في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية 2025. حلقة فيها كواليس كتيرة وفيها تفاصيل مهمة وفيها بعض المعلومات اللي بالتأكيد الكل هيسمعها النهاردة مننا لأول مرة، ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يستعد لنهائي السوبر المصري، وكمان الكشف الطبي يحسم مشاركة الشناوي وإبراهيم في نهائي السوبر. وفي الترند المحلي، البنا يقترب من إدارة نهائي السوبر المصري. استعراض مباراة اليوم النهاردة في جولة جديدة من مباراة الأسبوع العاشر من الدوري العام، الساعة 7 الاتحاد السكندري على ملعبه في استاد الأسكندرية يستضيف فريق فاركو. ديربي سكندري ولكن بشكل جديد، لأن فاركو بالتأكيد فريق حديث في الدوري المصري، بالخلاف طبعا كان في دايما ديربيات ما بين الاتحاد والأولمبي، ولكن بعد هبوط الأولمبي أصبحت ديربيات اسكندرية ما بين الاتحاد وسموحة أو الاتحاد مع فاركو. نروح للدوري الإنجليزي، والنهارده كانت في مباراة قوية جدا ومثيرة يمكن انتهت منذ قليل بخسارة نيوكاسل على أرضه ووسط جمهوره 1-3 أمام نوتنغهام فورست. نوتنغهام فورست عمل مباراة كبيرة وعظيمة أمام نيوكاسل. الدوري الإنجليزي دوري الإثارة والمتعة، كل نتائجه محدش يقدر يتوقعها. الساعة 5 في مباراتين في نفس التوقيت، بورنموث بيستضيف فولهام وشيفيلد يونايتد بيستضيف لوتون تاون. الساعة 7 بيرلي بيستضيف ليفربول، وفي العاشرة مساء ماتش قوي جدا ومهم جدا على صدارة الدوري الإنجليزي لأن أستون فيلا داخل في المنافسة على الصدارة. مانشستر يونايتد في العاشرة من مساء اليوم هيستضيف أستون فيلا. دي أبرز مباريات اليوم، وبالطبع اليوم اللي مفيش فيه مباريات الأهلي بتبقى البوصلة بتتجه ناحية مباريات الدوري الإنجليزي البريمير ليج، خاصة لما بتكون في مباريات القمة أو مباريات النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. كل التوفيق يا رب لمحمد صلاح وليفربول في مشوار المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي في الأسابيع المقبلة. فاصل ثم نواصل. السوشيال ميديا في لحظة من اللحظات كده لما بتحقق إنجاز بتبقى فيها آراء مختلفة. طبعا السمة الغالبة بتتفوق بنسبة 80-90% عن التهاني للأهلي والحديث عن إنجازات الأهلي وتاريخ الأهلي والأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الأهلي، ولكن في نسبة كده معينة، نسبة شاذة لازم تختلف في الآراء أو لازم تبقى ترند. ما هو الترند عندنا ما بيبقاش لازم يعني أو ضروري أن يكون ترند إيجابي أو الناس تتكلم بمهنية، لا، الترند عندنا دايما بيبقى القلش فيه أكتر أو اللا منطق فيه أكتر أو الشاذ فيه الكلام بيبقى أكتر. النهاردة في وسط حالة الهرجلة اللي موجودة في بعض الاستديوهات وعلى بعض حسابات السوشيال ميديا، يجي رئيس الاتحاد الدولي، أنا أقولها بقى بلغة السوشيال ميديا، احنا برنامج ترند، عارفين كده ايه؟ في منتصف الجبهة في توقيت وانت راجع بالبرونزية والناس تقول لك اصلها بطولة ولا مش بطولة، انجاز ولا مش انجاز. النهارده يجي المسؤول الاول عن الكرة في العالم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو يوجه اول تهنئة
لأول فريق بيشارك في كأس العالم للأندية. ده على حساب السويسري جياني إنفانتينو على الانستجرام، عشان بس البعض ما يجيش يعتقد أن أنا إيه بحاول أفتكس يعني. لا، أنا بقول معلومة، بقول خبر النهاردة كده في منتصف الجبهة لكل من تحدث عن النادي الأهلي أن بطولة كأس العالم ليست بطولة. هو أكيد هو مش فاهم هي بطولة ومش بطولة، إن هو ما شاركش، ما ركبش طيارة وما سافرش، ما يعرفش. لكن النهاردة رئيس الاتحاد الدولي أول تهنئة بتوجه لنادي القرن، للنادي الأهلي بطل مصر وبطل إفريقيا، على مشاركته في كأس العالم للأندية. تعالوا نشوف هذه اللحظة التاريخية اللي النهاردة السويسري جياني إنفانتينو بيوثقها على حسابه الرسمي على الانستجرام، ونرجع لأن عندي تفاصيل مهمة عن الأندية اللي هتشارك في هذه المسابقة إن شاء الله انطلاقا من عام 2025 في العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. Many congratulations for your qualification to the new Mundial de Clubes of FIFA in 2025 in the United States of America. ألف مبروك على الأهلي. الأهلي بلسان السويسري جياني إنفانتينو، الأهلي دائما وأبدا متواجد رقم واحد كمشارك في كأس العالم للأندية. الأهلي توقيت مشاركته ليست اليوم ولا جت وليدة الصدفة، الأهلي مشاركته جت لأنه الفريق الإفريقي الوحيد اللي كسب دوري أبطال إفريقيا مرتين. نظام التأهل كلنا سمعناه وعرفناه خلاص في الحلقات السابقة ومن عديد البرامج اللي شرحت نظام التأهل، 2021 2022 2023 2024، بطل النسخ الأربعة هو اللي هيشارك. ولو فريق تقرر بطل خلال النسخ الأربعة بيبقى في نظام التصنيف والجدارة الرياضية للمشاركة في كأس العالم. كالعادة لما تتكلم على أفريقيا وأربع نسخ مختلفة أكيد لازم تلاقي الأهلي موجود في نسخة منهم، بل بالعكس النادي الأهلي موجود في نسختين وقد يتواجد في التالتة أو في الرابعة، وبالتالي يلجأ الاتحاد الدولي إلى التصنيف عشان يحدد الفرق المشاركة. من إفريقيا حتى الآن الأهلي والوداد فقط اللي هيشاركوا في كأس العالم. مين اللي هيشارك تاني؟ لأن الكوتا خاصة بقارة إفريقيا أربع أندية، لسه بطل 2023 وبطل 2024. الأمر متعلق بالتصنيف، لأن الاتحاد الدولي لما اتكلم على تصنيف الفرق، الأهلي في الصدارة قدامكم الأرقام على الشاشة 110 نقطة، الوداد 102، وأقرب فرق قريبة من المشاركة في حال إذا لم تحرز النسخة الحالية أو النسخة القادمة ماموريدي سان داونز والترجي التونسي. ليه؟ ماموريدي سان داونز 81 نقطة، الترجي 75، بلوزداد 59، بترو أتلتيكو دي لواندا 49، سيمبا التنزاني 45، رجاء كازابلانكا يمكن مش موجود في النسخة الحالية 45، الهلال السوداني 33، حرية كوناكري 29، كايزر تشيفز 28، والزمالك المصري في المركز ال 12 28. في نقاط متعلقة طبعا بالحساب، 3 نقاط في الفوز، نقطة في التعادل، 3 نقاط عشان في حال التأهل من دور المجموعات. ولكن دي نقاط التصنيف ودي الفرق اللي هتشارك. على فكرة التهاني هتكون كمان لباقي الفرق في قارة آسيا، يمكن الهلال السعودي تأهل، جوان بيك الكوري تأهل، في كمان أراوا ريد ديفل ديومنز الياباني تأهل، واللي كان بيلعب مع الأهلي المركز الثالث والرابع في نسخة السعودية الأخيرة. من انجلترا في مانشستر سيتي، في ريال مدريد، في كمان تشيلسي الانجليزي. ليفربول على فكره موقفه صعب جدا، لان عشان تشارك كفريق انجليزي في ظل وجود فرقتين ما ينفعش تشارك كتصنيف، لازم تشارك كبطل. يعني انت كبطل ممكن تشارك، لكن كتصنيف وفي ثلاث انديه انجليزيه ما ينفعش تشارك اكتر من ثلاث انديه انجليزيه بناء على التصنيف، لازم تشارك وانت بطل. فليفربول مش موجود دوري الابطال السنه دي، لكن السنه الجايه عنده فرصه لو كسب دوري ابطال اوروبا انه يشارك، في ظل ان ممكن السنه دي لو فريق انجليزي كسب المسابقه اعتقد هيكون موقف ليفربول صعب جدا في الفتره اللي جايه. اوكلاند سيتي متواجد كالعاده، من البرازيل في بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي البرازيلي، الثلاث انديه البرازيليه اللي فازت باخر ثلاث نسخ في كوبا ليبرتادورس. دي كانت بدايه مهمه جدا عن تهنئه فيفا للاهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية، مشاركة تاريخية في النسخة الأولى المعدلة بمشاركة 32 نادي. دي بداية مهمة جدا كان لازم نتكلم عليها، لأن السوشيال ميديا في اللحظات الحالية لا حديث يعلو على تهنئة السويسري جياني إنفانتينو للنادي الأهلي كبطل إفريقيا مشارك في كأس العالم للأندية. الملف الثاني وهي مباراة الأمس، ماتش امبارح. على فكرة كلام كولر في المؤتمر الصحفي، هنعمل أقصى ما لدينا للتأهل للمباراة النهائية، مفيش أي مبررات، مفيش أي أعذار،
الكلام ده على فكرة كان ليه تأثير إيجابي جدا على الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا. ماتش كان صعب جدا، ماتش كان فيه مواقف كتيرة، ولكن هدف إمام عاشور في الدقيقة 94. مش هتكلم بقى على الناحية الفنية ولا هتكلم على تفاصيل كتيرة متعلقة بهدف إمام عاشور، ولكن إمام عاشور امبارح جاب هدف في توقيت مثالي ومميز جدا بعد مشاركة تاريخية مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أبرز التعليقات اللي جاي وإحنا بنتفرج على فرحة إمام عاشور بالهدف، وإنت بتتكلم كمان في بلاس 90، يعني إمام عاشور خد جينات القلعة الحمراء، خد جينات النادي الأهلي بلاس 90، بعد دقيقة 90 هدف إمام عاشور وفرحته وفرحة الطيارة اللي بيعملها اللي كان بيعملها الكابتن وليد صلاح الدين واللي كان بيعملها الكابتن محمد أبو تريكة، جينات الأهلوية موجودة في إمام عاشور. وحتى التعليقات امبارح، جمهور الأهلي امبارح على السوشيال ميديا قال لك إيه؟ قلبي عندك يلي إمام مش عندك، قلب عندك يلي إمام مش عندك، ابعتها له يمكن ياخد باله. هدف رائع جدا، وفرحة إمام بالهدف امبارح كانت فرحة لا توصف. عارفين فرحة اللحظات الأخيرة؟ هو ده الهدف اللي أحرزه إمام عاشور. ولو تتكلم على الهدف إزاي إمام عاشور ينطلق من على الطرف ويراوغ لاعب واتنين ويعمل كورة بالعرض، وطبعا التوفيق مهم جدا، بس التوفيق مش هيجيلك إلا لما أنت تكون بتجتهد. ما هو الحظ ما بيجيش إلا للمجتهد. ناس كتيرة تقول لك الحظ مع الأهلي، أيوة بس الأهلي بيجتهد، اجتهد ويمكن ينولك يعني جانب من الحظ، لكن ما بتجتهدش مش هتتوفق أو مش هيجيلك حظ. الأهلي امبارح عمل مباراة كبيرة دفاعيا وهجوميا، تغييرات كولر والطريقة اللي لعب بيها كولر والمجموعة اللي خرجت من قائمة المباراة شيء إجباري جدا على أي مدير فني، لأن فكرة إنك تلعب مباراة بعد 48 ساعة من مشاركة تاريخية في كأس العالم فكرة صعبة جدا، ناحية بدنية، استعداد ذهني، اللياقة البدنية، حجم المخزون البدني اللي عندك هينفعك وتقدر تلعب مباراة 90 دقيقة صعبة أمام فريق بقاله أسبوع موجود في أبو ظبي وبيستعد لهذا اللقاء. الأهلي قدر يتخطى كل ده امبارح عشان تقدر تجهز للمباراة. اضطر مارسيل كولر إن ما يبدأش بحسين الشحات وكهربا، واضطر إنه ما يلعبش كهربا في 90 دقيقة عشان المباراة النهائية، واضطر إنه يطلع مروان عطية من قائمة المباراة. اضطرارات كتيرة جدا يعني لجأ ليها كولر امبارح عشان يتخطى هذا اللقاء بهذه الظروف اللي واجهت الفريق. طيب اكتر حاجة امبارح زعلتنا في المباراة، وده كان شيء متوقع على فكرة وكنا قلقانين منه، لان بعد كاس العالم قلنا يعني الحمد لله الفريق خرج بدون اصابات، ولكن في مباراة امبارح للأسف في اصابة لمحمد الشناوي واصابة لياسر ابراهيم. موقف الشناوي وموقف ياسر ابراهيم، موقفهم في اللحاق بالمباراة النهائية صعب، يعني خلينا نتكلم بأمانة، النهاردة في كشف طبي وفي أشعة بيجريها الشناوي وياسر إبراهيم، ولكن إصابة الشد في العضلة الخلفية بالنسبة للشناوي وياسر صعب جدا في 48 ساعة تلعبهم ماتش الفاينل، وبنسبة كبيرة الجهاز الفني هيفضل إن ما يدفعش بيهم. ومش عايز أروح لأبعد من كده، لأن الشناوي كمان يعني كان حريص على إجراء الأشعة لأنه عايز يطمن، لأنه قلقان جدا من فكرة إن لا قدر الله الإصابة ممكن تاخد معاه أسبوعين ثلاثة، يعني لو خدت المدة دي ممكن ما يلحقش كاس الأمم، ففي تخوف في قلق. وتوقيت البطولة كمان يعني للأسف جت إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، جت إصابة الشناوي، جت إصابة ياسر إبراهيم. نتمنى في مباريات يوم الخميس الثالث والرابع والفاينل ما يكونش فيه إصابات، لأن منتخبنا مقبل على كاس الأمم، فثلاث إصابات في عناصر مهمة كان هيعتمد عليها روي فيتوريا في كاس الأمم في توقيت صعب جدا. فنتمنى يا رب بإذن الله السلامة للجميع، ولكن الشناوي ياسر موقفهم صعب في اللحاق بالنهائي. هننتظر نتيجة الأشعة ونشوف الإصابة الغياب بتاعها هيكون مدة قد إيه، نتمنى يا رب تكون عدة أيام ما تكونش بس فترة طويلة، لأن طبعا الشناوي وياسر وعمر كمال عبد الواحد عندهم تحدي إن شاء الله للمشاركة مع منتخبنا في بطولة كأس الأمم الفترة اللي جاية. زي ما قلت لحضراتكم يمكن امبارح الكابتن خالد بيبو اتكلم على إن مروان عطية الجهاز الفني فضل إنه ما يدخلش قائمة المباراة، لأن مروان لعب ثلاث مباريات في ظرف كام؟ من 15 ل 22 لعبت ثلاث مباريات في اسبوع، جمعه اثنين جمعه، مباريات كمان عاليه المستوى في كاس العالم، فكان صعب جدا مروان يدخل مباراه سيراميكا كليوباترا. نفس الامر لحسين وكهربا ما بداش بيهم، وحسب سير المباراه كولر فضل ان يدفع بحسين وفضل ان يخزن كهربا للمباراه النهائيه، واكيد اللعيبه عارفه الكلام ده. يمكن محمد زعلوك خرج من قائمه المباراه نتيجه الاصابه بنزله برد. كمان حاجة مهمة جدا عايز أخاطب فيها جماهير النادي الأهلي، مهم جدا يا جماعة الحضور الجماهيري بإذن الله يوم الخميس.
يمكن الحضور الجماهيري امبارح ما كانش بالمستوى المأمول في مباريات نصف نهائي كأس السوبر، ولكن عارف ان في عذر عند البعض ان دوام العمل والتوقيت كان صعب على الجماهير، ولكن يوم الخميس فرصة كويسة انك تحضر المباراة الساعة 9 بتوقيت الامارات. اليوم التالي يوم الجمعة هيبقى اجازة، فاتمنى يا رب باذن الله يكون في حضور جماهيري كبير جدا، وزي ما انتم شايفين على الشاشة جمهور الاهلي العظيم بالامارات. خليك ورا الفريق في نهائي السوبر المصري يوم الخميس، الحق احجز تذكرتك عبر الكيو ار كود اللي قدامكم على الشاشة، كل واحد يدخل ويحجز. وجودك مهم جدا في مباراة الاهلي النهائية امام فيوتشر، بطولة بنظام جديد محتاجين نكون موجودين. يعني ساعة ملعب محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة بيسع لحوالي 40,000 متفرج، نتمنى يعني نشوف 40,000 زي ما كنا بنشوف دايما في مباريات الاهلي والزمالك في كاس السوبر. وده نداء مهم جدا لجماهير النادي الاهلي، وانا واثق تمام الثقة ان جماهير الاهلي مجرد ما تبقى عارفة ان الفريق مستنيها في حدث مهم زي ده في بطولة محدثة بتعديل جديد في الإمارات، أكيد الجمهور إن شاء الله هيكون موجود. ماتش فيوتشر ماتش صعب جدا، محدش يعتقد أن المباراة سهلة. فيوتشر رغم الغيابات العديدة ورغم التفوق اللي ظهر بالفريق أمام بيراميدز، ولكن ماتش ما يقلش أهمية عن مباريات كتيرة الأهلي كان بيلعبها في الإمارات، سواء مباريات سوبر سواء مع الأهلي، الأهلي والزمالك أو الأهلي وبيراميدز. فمواجهة فيوتشر ماتش صعب، فريق فيوتشر عنده طموح، عنده تحدي، فريق عنده طموح بجد على فكرة، يعني فريق فيوتشر فريق عنده طموح بجد، فريق بيعمل نتائج جيدة في ظرف قليل جدا، حقق كأس الرابطة، لعب كأس الكونفدرالية، وصل يعني تتكلم في دور المجموعات وكان قريب من التأهل لدور الثمانية العام الماضي، السنة دي متواجد في المراكز المتقدمة، فريق بإمكانيات أقل كتير جدا من فرق صرفت مليارات في السنوات اللي فاتت، ولكن فريق في روح الفانيلا الحمراء. أنا بكلمكم كل أمانة، يعني فريق فيوتشر فيه روح من الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الأهلي، بيلعب على الثانية الأخيرة، في لعيبة لعبت في النادي الأهلي، مدير الكرة الكابتن علاء ميهوب يعني واحد من أمهر وأبرز نجوم النادي الأهلي في الفترة السابقة، فلازم نعمل حساب كبير جدا لهذه المباراة أمام فريق فيوتشر. بمناسبة مباراة بيراميدز وفيوتشر، أنا بس عايز أفكر الناس، لأن الناس لما يكون في أمر متعلق بمدرب الأهلي أو لاعب في الأهلي أو جمهور الأهلي الدنيا بتتقلب وبتقوم ما بتقعدش. امبارح في المؤتمر الصحفي لماتش بيراميدز وفيوتشر في تصريح خرج من مدرب بيراميدز. تصريح خرج من مدرب بيراميدز، التصريح ده اللي عايز يسمعه يرجع للفيديو ويسمع مدرب بيراميدز قال إيه على الصحافة. قال إيه على الصحافة المصرية. وجه كلام مسيء جدا للإعلام وللصحافة المصرية. الكلام ده لو كان خرج من اي فرد بينتمي لمنظومه الكره في النادي الاهلي كانت الدنيا اتقلبت، لكن التصريح مر مرور الكرام، محدش وقف عنده، محدش علق عليه، محدش ناقشه، محدش قال حتى ايه الكلام اللي بيتقال ده. فكره ان صحفي يسال مدرب ايا كان طبيعه السؤال، ورغم ان السؤال سؤال منطقي، خساره فريق، نتائج متراجعه، بيقول له هل الخساره ممكن تكون سبب في توجيه الشكر او الاقاله، سؤال منطقي وياما اتسال لمدربين في الاهلي في عصور سابقه كتيره جدا، توجه للاسارتي وتوجه في اوقات معينه لفايلر وتوجه لمارسيل كولر في فتره من الفترات، لكن الردود كانت دايما بتبقى ردود موضوعيه في سياق المباراه، ولكن انك تصف الصحافه او الاعلام في سياق غير مهني ده امر غير مقبول. ولكن لو الامر ده كان بيتعلق بمدرب الاهلي والله العظيم كانت الدنيا قامت ما قعدتش على الكلام اللي اتقال امبارح، ومحدش واخد باله وعامل نفسه مش شايف ايه اللي اتقال. انا كراجل صحفي كنت غيور على المهنه، وامبارح بسمع الرد حتى اندهشت من السؤال اللي اتسال، وان اللي سال السؤال ما عقبش حتى على الكلام اللي اتقال، او المؤتمر الصحفي مر مرور الكرام، ما ينفعش يتقال. انا مش هينفع اقول الكلام اللي اتقال، ان الكلام اللي اتقال ما ينفعش اردده، ولكن اتسمع والناس كلها عبر شاشات التلفزيون سمعت ايه الكلام اللي اتقال. ولكن الكلام يعني انا بصراحه لو الكلام ده اتقال من مدرب الاهلي مارسيل كولر والله العظيم ما كانش عدى، كان الموضوع وصل لمدى يعني لا تتخيلوه. ولكن انا بصفتي صحفي واعلامي الكلام اللي اتقال امبارح ده كلام يعني غير مقبول في حق الاعلام او في حق الصحافه، ان يتم وصف سؤال صحفي او صحفي بامر
ليه علاقه بانديه تانية وسؤال مش عارف ايه، كلمه انا مش عايز اقولها على الهواء، اللي عايز يسمع يتقال ايه يروح يسمع الفيديو يتقال ايه بصراحه، ولكن ده لو اتقال من مدرب الاهلي كانش عدت، ما كانتش عدت، وكانت اتفتحت مساحات واتفتحت برامج، وكان الكلام كله على كلام مدرب فريق بيراميدز اللي خسر امبارح من فيوتشر. ولكن عشان تعرفوا ان الامر متعلق بالاهلي بس، لما الاهلي كسب ناس كتيره فتحت برامجها وفردت مساحات على ان فكره محمد معروف ظلم سيراميكا وجامل الاهلي. تخيلوا، يعني هل تتخيلوا انه وصل بينا الحال ان البرامج او بعض من مقدم البرامج او بعض من يتحدثون في التحليل الفني لهذه البرامج، والامر بعيد تماما عن التحليل الفني، يتحدثون ان محمد معروف يجامل الاهلي على حساب سيراميكا. يعني محمد معروف على مشوار تاريخه الطويل في التحكيم المصري كان دائما وابدا يعني بيلقى يعني نقد كبير جدا من الجماهير الاهلاويه ومن الاعلام في مباريات عديده في الفترات السابقه. والناس اللي كانت بتهاجم او الناس اللي كانت بتدافع عن محمد معروف وقتها هي اكتر ناس دلوقتي بتهاجم محمد معروف، عشان تعرفوا بس ان في شيزوفرينيا في التحليل. الامر مش امر موضوع اطلاقا. في التوقيت اللي كان الاهلي بيتظلم او ان الاهلاويه شايفين ان في ظلم من محمد معروف، الناس اللي كانت بتدافع عن محمد معروف وقتها هي الناس اللي بتهاجم محمد معروف دلوقتي. لو تسالني انا على محمد معروف ايه اللي اختلف، اقول لك محمد معروف قبل كاس العالم للشباب حاجه وبعد كاس العالم للشباب حاجه تانية خالص. خدوا بالني بقى الكلام الموضوعي، الكلام المهني، الخبر اللي ما بين السطور. محمد معروف مستوى التحكيمي قبل كاس العالم للشباب حاجه وبعد كاس العالم للشباب حاجه تانية. ليه؟ محمد معروف من الحكام المرشحين لاداره مباريات كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه 2026، ومن المرشحين لاداره مباريات كاس العالم للانديه 2025، هو وامين عمر اكتر اثنين حكام مصريين مرشحين لكاس العالم. وبعد اداره محمد معروف في مباريات كاس العالم للشباب واشاده الاتحاد الدولي بمستواه، محمد معروف كان عنده معايير مختلفه في اداره المباريات طبقا للي كان بيتقال له من لجان الحكام السابقه في ادارته للمباريات، ولقى الكلام ده مختلف تماما عن التعليمات اللي بيسمعها من الفيفا. لما راح كاس عالم، لما راح حدث محفل كبير جدا هو وعمرو الشناوي، هو رجع وخد ماتشات وعمرو الشناوي اتركن، ما تعرفش ليه برضه عمرو الشناوي اتركن والاسباب ايه برضه محدش يعرفها، رغم ان عمرو الشناوي ومحمد معروف فضلوا مكملين لكاس العالم لغايه اخر مباراه، وعيسى سيس السنغالي رجع بعد الادوار الاولى، محدش واخد باله من التفاصيل دي. ليه محمد معروف اداؤه اختلف؟ لانه اشتغل بمعايير الفيفا، اشتغل بمعايير الفيفا. الهبد اللي بيتقال من امبارح بيتقال ان الناس من جواها زعلانه، في غل، في حقد، في غضب ان الاهلي كسب، كانت بتتمنى الاهلي يخسر، زي ما كانت بتتمنى كده ان الوقت الضيق ما بين سيمي فاينل او مباراه كاس العالم للانديه ومباراه سيراميكا ضيق، فالاهلي مش هيقدر يستعيد فيخرج. اللي البعض طلع يقول لك ما هو طبيعي الاهلي يوصل فاينل، لان الاهلي ما وصلش فاينل البطوله هتبوظ فلازم يوصلوا الاهلي فاينل. الناس اللي بتطلع تهزر دي ما تعرفش التفاصيل اللي بتكلم فيها. محمد معروف امبارح عمل مباراه من اهم مبارياته في الفتره الاخيره، بل بالعكس في الشوط الاول تغاضى عن احتساب اكتر من كارت اصفر لفريق سيراميكا، ويمكن فريق سيراميكا اعتقد ان الخشونه الزائده دي امر مشروع في الكوره، فما كانش متخيل انه ممكن يخسر في الدقيقه 95، فحصل حاله هرج ومرج في المباراه. ولكن محمد معروف ادار مباراه على اعلى مستوى. الناس اللي بتنتقد محمد معروف، محمد معروف بعد كاس العالم للشباب، بعد كاس العالم للشباب اللي اقيم في الارجنتين، محمد معروف حاليا ترتيبه في تصنيف افريقيا رقم 21، يعني ياتي ترتيبه رقم واحد على مستوى النخبه بعد افضل 20 حكم محترف. ما انت تصنيف الحكام الافارقه بينقسم لجزئين، من 1 لـ20 دي قائمه المحترفين، ابرز وافضل 20 حكم على مستوى افريقيا، منهم امين عمر رقم 5. محمد معروف يجي رقم 21، ولكن لو استبعدت ال 20 حكم محترف هتلاقي محمد معروف رقم واحد من حكام النخبه، رقم واحد من حكام النخبه الافريقيه، قبل حكام كتيره اللي البعض بيطلع يشيد بيهم سواء جزائر او مغرب او تونس. مين بعد محمد معروف؟ محمد عادل رقم 2 على مستوى النخبه الافريقيه، رقم 1 و2 في مصر او في افريقيا، محمد معروف، محمد عادل. على مستوى افضل 35 حكم، محمد معروف 21، محمد عادل 22، لان اول 20 دول قائمه البروفيشنال اللي فيهم امين عمر ترتيبه فيهم رقم 5. دي المعلومات اللي ممكن نفيد بيها المشاهدين، ولكن الناس اللي عايزه
تبروز ان الاهلي كسب وتاهل باخطاء تحكيميه، دي ناس جايه تهزر. انا مش هتكلم على ان الكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي طلع واتكلم وقال ان محمد معروف ادار مباراه كويسه. ناس ممكن تقول لك ده بيحلل في قناه الاهلي، طب ما نروح لقناه منافسه او قناه يعني كان عندها الحقوق. كابتن احمد الشناوي المحاضر والخبير التحكيمي، خبير التحكيم اللي اشتغل في الفيفا في فتره سيب بلاتر حوالي 10 سنين وكان بيروح يحاضر في كل الدول الافريقيه. يعني ناس ممكن تقول لي طب قول راي كابتن ناصر، كابتن ناصر في قناه الاهلي، لكن انا هستعين برايي كمان خارج قناه الاهلي. كابتن احمد الشناوي، كابتن احمد الشناوي امبارح في حلقه التحكيميه استعرض اول نص ساعه قال لك كان في حالتين انذار لفريق سيراميكا وكان ممكن يكون في حاله طرد كمان لاحمد ياسر ريان. ففريق سيراميكا ما اتظلمش، ما اتظلمش، ولكن الناس مش متخيله ان محمد معروف ده اللي كان بيدير قبل كاس العالم هو ده اللي بيدير دلوقتي، لانه ابتدى يشتغل على معايير الفيفا مش اشتغل على معايير اللجان السابقه. الراجل شاف مصلحته عايز يروح كاس عالم، عايز يروح كاس عالم 2026 في امريكا، فابتدى يشتغل بمعايير الاتحاد الدولي، ابتدى يشتغل بمعايير الاتحاد الدولي اللي البعض برضو كان بيدافع على هذه المعايير في الحكم البولندي اللي ادار مباراه الاهلي وفلومينسي البطل البرازيل لما اشتغل وقال لك اصل دي معايير الفيفا. طب ما نفس المعايير اللي اشتغل بيها امبارح محمد معروف لا ما عجبتوش. ما هو في خبير تحكيمي بيطلع يقول لك ايه معايير عكس المعايير، يعني في تحليله دايما لانه بلا خبرات تلاقي معايير اللي بيقولها عكس المعايير اللي بيقولها في مباريات تانية، لكن هو لازم دايما خالف تعرف، لازم يطلع خالف تعرف. دي ابرز النقاط اللي كنت عايز اتكلم فيها في مباراه الامس والاداره التحكيميه لمحمد معروف. طب ماتش الفاينل مباراه الاهلي وفيوتشر، مين المرشح لاداره المباراه؟ كابتن محمود البنا هو المرشح لاداره مباراه الاهلي وفيوتشر، والكابتن محمد عادل مرشح لاداره مباراه بيراميدز وسيراميكا في المركز الثالث، هتتلعب يوم الخميس الساعه 3 والاهلي وفيوتشر يوم الخميس الساعه 7 باذن الله. دي ابرز النقاط اللي كنت عايز اتكلم عليها على مباراه الاهلي وسيراميكا والاداء التحكيمي والمباراه المقبله يوم الختام يوم الخميس باذن الله على استاد محمد بن زايد ملعب نادي الجزيره الاماراتي. عندي خبر تاني مهم جدا. بعد اقامه النسخه المعدله من كاس السوبر للانديه الابطال بمشاركه 4 انديه عكس ما كان بيتلعب النظام بطل الدوري وبطل الكاس، في اتجاه لتعديل لائحه السوبر. الكلام ده بتسمعوه لاول مره. في اتجاه لتعديل في لائحه السوبر، ازاي؟ احنا السنه دي بنشارك بطل الدوري، بطل الكاس، بطل كأس الرابطة ووصيف الدوري. وبعد انسحاب الزمالك في نسخة كأس السوبر الماضية ومشاركة بيراميدز بدلا منه كان في عقوبة على الزمالك بمنع مشاركته في هذه النسخة، وبالتالي تم الاستعانة بفريق فيوتشر رابع الدوري، لأن وقتها كمان كان بيراميدز ثالث الدوري، وبيراميدز كلنا عارفين هو وصيف كأس مصر لأن الأهلي كان هو بطل الكاس، الأهلي كان بطل الدوري وبطل الكاس. لكن التعديل اللي هيحصل هيكون الأمر متعلق بإيه؟ بطل الدوري هيشارك كالمعتاد، بطل كأس مصر هيشارك كالمعتاد، بطل كأس الرابطة هيشارك كالمعتاد، ولكن هيكون في كارت ذهبي فيما بعد. ده التعديل اللي هيحصل، هيكون في كارت ذهبي يحق للاتحاد الوطني ويحق للشركة الراعية هي اللي تختار الفريق الرابع اللي يشارك في المسابقة. ده تعديل هيحصل في الفترة اللي جاية على لائحة كأس السوبر عشان يضمنوا ان تكون في مباريات جماهيريه اكتر، في ظل ان النسخه الاولى بخلاف الاهلي الثلاث انديه اللي كانوا موجودين في البطوله ما عندهمش شعبيه او جماهيريه، وبالتاكيد ده كان واضح جدا في الشكل العام لمدرجات استاد محمد بن زايد في يوم الافتتاح يوم امس. طيب حاجه تانية متعلقه برضو باتحاد الكوره، في ثلاث عروض لاستضافه كاس نهائي كاس مصر، في ثلاث عروض لاستضافه نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك اللي هيتلعب في شهر مارس اللي جاي. في عروض جت لاتحاد الكوره ودي عروض رسميه من ثلاث دول لاستضافه نهائي الكاس. البطوله هتتلعب في رمضان، هل اتحاد الكوره هياخد اجراء ويوافق وان الاهلي والزمالك في نهائي الكاس يتلعب خارج مصر في شهر رمضان؟ ده هننتظر القرار الرسمي فيه خلال الفتره اللي جايه. ولكن العروض من المملكه العربيه السعوديه، من الامارات العربيه المتحده ودوله اخرى، في وقتها هنعلن المفاجأة، لأن بصراحة لأول مرة تطلب استضافة حدث رياضي مصري في الفترة القادمة. أنا هنتظر، مش هكشف عن بقية التفاصيل والمعلومات لغاية لما نشوف اتحاد الكورة إيه القرار اللي هياخده في استضافة نهائي كأس مصر ما بين الأهلي والزمالك اللي هيتلعب في مارس اللي جاي. ويمكن من حسن أو من سوء حظ الاتحاد أو من حسن حظ، الله أعلم وقتها القرار هيبقى إيه، إن الماتش في رمضان، فهل ده هينفع يتلعب بره ولا يخلوا المباراة في مصر أفضل في الفترة اللي جاية؟ طيب
النهارده التدريب فريق النادي الاهلي، والفريق ما خدش راحه، كولر على طول خد قرار انه يكون في تدريب النهارده، وبالتالي الوقت ضيق جدا 3-4 عشان الماتش يوم الخميس. مزيدا من التفاصيل ومعرفه الاجواء والكواليس لبعثه النادي الاهلي في ابو ظبي، اروح مباشره الى الزميل العزيز والناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ عبد الحكيم، مساء الفل عليك. مساء الفل يا استاذ محمد على حضرتك وعلى كل المشاهدين. تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناه الاهلي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، والف مبروك للنادي الاهلي التاهل للنهائي باذن الله، ونتمنى ان تكون مباراه تليق بسمعه الكره القدم المصريه بين الاهلي ومودرن فيوتشر ان شاء الله مساء يوم الخميس باذن الله. طيب، عايز اطمن منك بقى على جاهزيه الفريق، اخبار الفريق، الحاله المعنويه، برضو لو عندك نتيجه الاشعه للشناوي ياسر ابراهيم. انا قلت طبعا صعوبه اللحاق بمباراه النهائي، ولكن لو عندك تفاصيل جديده تخص الفريق خلال الساعات اللي جايه. يمكن هم الفريق حاليا دلوقتي يمكن بدا المران من اكتر من ساعه ونص في ملعب كراكيت ابو ظبي، يمكن المران مغلق بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لان حضرتك عارف طبعا الفاصل الزمني ما بين مباراه السيمي فاينال والمباراه النهائي يومين بس، فبالتالي هيبقى التمرين بتاع بكره مفتوح جزء منه لوسائل الاعلام. فمارسيل كولر استقر على ان التمرين النهارده يكون مغلق وما يبقاش التواجد فيه صحفيين او وسائل الاعلام. اللي انا حاولت اتواصل وعرفته ان مارسيل كولر النهارده اجتمع مع اللعيبه بتاعته قبل ما يتحركوا الى الى ملعب التدريب، واتكلم معاهم ان احنا ان هو عارف كويس جدا ان في ضغوط مباريات وان الفريق، وبصراحه يعني انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي لعبت 3 مباريات في منتهى القوه في كاس العالم للانديه في اقل من 11 يوم تقريبا، ثم مباراه قويه جدا جدا مع فريق سيراميكا كليوباترا يضم عدد ممتاز من اللعيبه في نص نهائي بطولة السوبر، وبعدين هتلعب كمان مع فيوتشر في نهائي البطولة، فخمس مباريات في أقل من يمكن 15 يوم أو 18 يوم، فصعب يعني إجهاد بدني صعب جدا. مارسيل كولر اتكلم مع اللعيبه وقال لهم هو عارف حجم الضغوط البدنية والعصبية عليهم، لكن جماهير النادي الأهلي تستحق إن هم يعني يقدموا المستوى اللي يليق بيهم. وإن هو حتى إمبارح في المؤتمر الصحفي أستاذ محمد اتكلم كلمة كانت واضحة، قال إن الطريق إلى لقب السوبر المصري ليس سهلا، وهو يقصد الكلمة اللي هو عارف إن هو مش سهلا بحجم مقارنة بحجم الخبرات وحجم القدرات الفنية والبدنية للاعيبة النادي الأهلي، لكن مقارنة بالظروف اللي بيعيشها فريق النادي الأهلي، واللي أنا شايف إن هو يعني بقى له 4-5 سنين بيتعرض لهذا الأمر. يمكن مش عارف هل في اخطاء من مين، الاتحاد الافريقي مره، ضغط المباريات مره، كاس العالم للانديه، بطوله امم افريقيا، كل سنه تحس ان في حاجه بتحطك في تراك، تحط فريق النادي الاهلي تراك انه يتظلم وانه يلعب مباريات بهذا الشكل. المهم يعني مارسيل كولر اتكلم مع اللعيبه وقال لهم انا عارف حجم الاجهاد، لكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس نسعى للفوز بيها. مارسيل كولر هيركز خلال ال 48 ساعه دي على الشق المحاضرات، يعني حفظ لعيبته طريقه لعب المنافس وخطه المباراه على الجزء النظري في محاضرات في فندق الاقامه او قبل ملعب التدريب، لكن التدريبين اللي هياخدهم الفريق النهارده وبكره هيكون تدريبات خفيفه جدا اقرب الى الشق الترفيهي، عشان الجزء البدني والارهاق اللي احنا شفنا نتيجته اصابه محمد الشناوي، اصابه ياسر ابراهيم، شعور مروان عطيه بالاجهاد وخروجه من قائمه، مش اجهاد حاجه، اجهاد من ضغط المباراه، لانه لعب 3 مباريات في منتهى القوه في كاس العالم للانديه، لكن كابتن خالد بيبو النهارده اكد ان مروان عطيه جاهز، ان كل اللعيبه جاهزين، فبالتالي مارسيل كولر يعني هيركز بشكل اكبر على المحاضرات النظريه لدراسه فريق فيوتشر. طيب موقف محمد الشناوي وياسر ابراهيم، يمكن لحد قبل التمرين انا حاولت اتواصل مع بعثه النادي الاهلي، الكلام كله ان لسه الاشعه ما بانتش، لكن اللي اتقال لي بنسبه يعني ما يقارب ال 90-95% ان هم خارج المباراه، حتى لو كانوا يعني ان شاء الله باذن الله الاشعه تطلع كويسه، بس حتى لو كانوا مش هيتم المغامره بيهم الا لو أكيد. كانوا سليمين بنسبه 100%. مارسيل كولر لا يميل لجزئيه ان الدفع بلاعب مش سليم خالص ومش دي فلسفته، يمكن بالعكس هو بيميل لحته ان اللاعب يتمرن مره واثنين وثلاثه معاه قبل ما يحطوا فيه اي مباراه، فبالتالي في جميع الاحوال هم بنسبه تتخطى 90% هم خارج مباراه نهائي بطوله السوبر المصري امام فيوتشر. وكمان برضو عمر كمال عبد الواحد اللي عرفت ان هو سافر القاهره مساء امس، كابتن علامه يجوب كنت بكلمه النهارده الصبح مدير الكره فيوتشر، وقال ان هو انهى كل الاجراءات الخاصه باللاعب وسافر بعد المباراه مباشره الى القاهره، واجرى اشعه النهارده كلنا يمكن طلعنا الخبر ان هو 10 ايام فقط، وان شاء الله باذن الله. طب الحمد لله. ده عارف يا استاذ حكيم، ده كان بيقلقني برضو فكره الاصابات دي، لان منتخبنا مقبل على كاس الامم، وانا كنت متخوف ان الشناوي كمان اعتقد يعني برضه هيبقى عنده سنه قلق، لا قدر الله لو الاصابه بتاعت الخلفيه ممكن تاخد فتره اطول.
طبعا كابتن محمد الشناوي امبارح يمكن دي حاجه في مصلحه الفريق قبل ما تكون في مصلحه اي حد، ان هو بمجرد ما حس بألم حاول مره ان يتحامل على نفسه. في المره الثانيه لما جه يشوط الكوره في المره الثالثه احنا كنا قاعدين في المدرجات شفنا اللقطه، ان هو خلاص حس ان مش عايز يضر الفريق رقم واحد، مش عايز ان الاصابه بتاعته تتضاعف رقم اتنين، لان انت تلعب في ماتش منتهى القوه. يعني ماتش سيراميكا كليوباترا امبارح اللي احنا شفنا كان مباراه ند، وانا يعني بتكلم هنا عن المباراه عن ان الاهلي وسيراميكا، ان احنا نتمنى جماهير النادي الاهلي تكون موجوده يوم الخميس. جماهير النادي الاهلي بتمثل اكتر من 60 او 70 او 80% من قوه النادي الاهلي في المرحله الحاليه اللي الفريق بيعاني فيها من الضغط البدني والاجهاد الذهني قبل البدني. الدعم بتاع امبارح اخر خمس دقائق يا استاذ محمد، الفرقه فائت لما ابتدى العدد يمكن 7-8 آلاف مشجع من جماهير النادي الاهلي كانوا موجودين في الملعب، ابتدى تشجع بقوه، ابتدت اللعيبه تفوق وتشد. يمكن امام عاشور لو انت شفت بالكره اللي رايح بيها مش قادر، بس ضغط الجماهير والحاجات دي هي اللي خلته يكمل. فنتمنى ان الجماهير تكون موجوده يوم الخميس ان شاء الله لدعم فريق النادي الاهلي في مباراه مهمه يمكن وصعبه. مش عايزين نسهل الموضوع، فيوتشر ادى مباراه جيده جدا جدا قدام بيراميدز، ممكن تكون الفوارق في الامكانيات او في الفلوس او حاجات زي كده مش مناسبه، لكن الملعب اثبت ان الرغبه والقدره على هي اللي بتفوز في الاخر. ممكن تقول للناس ده فاز بضربات جزاء، بس المباراه كان في فرصتين مؤكدين لاحمد عاطف وفرصة بعديها على ما اعتقد عبد الكبير الوادي، كان انفراد كامل، لكن في المقابل لم يتيح لبيراميدز ولا فرصة وحيدة مؤكدة طول المباراة، وده بيأكد لك انت ماسك كورة بس ماسكها بشكل سلبي. فاللي يقول لك ان فيوتشر اقصى بيراميدز وضربات الترجيح هو ما شافش المباراة، لان فيوتشر كان ليه فرصتين محققتين، بينما بيراميدز كان يعني استحواذ سلبي كان بيروح على الجول بس ما كانش فبالتالي فرقة فيوتشر فرقة قوية جدا، معاهم بصراحه هيكل اداري كويس، معاهم مدرب كويس جدا 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 ممكن بيشتغل على قد الامكانيات اللي عنده. فانا اتمنى انه، وطبعا احنا مش محتاجين يعني كان مارسيل كولر مش محتاج ان احنا نقول له، اكيد اللعيبه كلها مركزه في المباراه، بس احنا نتمنى جماهير النادي الاهلي تعرف ان المباراه صعبه جدا والفريق بحاجه للجماهير، اللي عمر جماهير النادي الاهلي ما بتتاخر عن الفريق حين يلبي النداء. استاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي بالاهرام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات من ابو ظبي عن الحاله المعنويه وجاهزيه الفريق للقاء الفاينل امام فيوتشر يوم الخميس الساعه 7 بتوقيت القاهره. طيب وقت الحلقه بيجري بسرعه، ودايما كده وقتنا معاكم للاسف بيجري بسرعه، لكن سريعا كده اروح معاكم للترند الاهلي، لان النهارده في كلام مهم جدا في ترند الاهلي النهارده موجود. اولا لو هبدا معاكم من حساب سبورت 360 مصريه، كان في كلام كتير جدا على فكره فرحه البلاس 90 واهداف الاهلي في البلاس 90. تعالوا مع بعض نشوف من خلال الشاشه اللي اتكتب في ترند الاهلي واللي موجود بخصوص اللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. طيب البدايه معايا من ترند الاهلي، فرحه البلاس 90 وسبورت 360 مصريه بيقولوا احتفال امام عاشور بمساهمته في تاهل الاهلي الى نهائي كاس السوبر. على فكره فرحه امام يعني عايز اقول لك، بص بقى لما كان بيتقال لك ده حزين وزعلان ومش مرتاح، هو امام بيرد عملي. عشان كده قلت لكم الاحتفال امبارح وتعليقات الجماهير، قلبي عندك يا اللي امام مش عندك. طيب نكمل مع بعض ونروح ابعتها له يمكن ياخد باله. ملعب القاهره 24، كولر يمنع الاعلام من حضور مران الاهلي قبل نهائي السوبر. طبعا النهارده التدريب زي ما قال الاستاذ عبد الحكيم تمرين مغلق، مفيش حضور للاعلام، وبكره يكون في ربع ساعه متاحه ولقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين. المصري الرياضي النهارده خد تفاصيل لتصريح مهم جدا من رئيس نادي الضمك السعودي، وهو في اول رد رسمي ينفي تماما فكره كل المفاوضات اللي اتقالت عن التفاوض مع محمد الشناوي، وقال لا نعلم مصدر تلك الشائعه، لم ندخل في مفاوضات مع الشناوي. وده اللي قلت لحضراتكم، ان الشناوي مع الاهلي حتى نهايه الموسم، ممكن يبقى في عروض في يناير، ولكن الشناوي مكمل مع الاهلي نهايه الموسم ومفيش اي عرض رسمي وصل حتى هذه اللحظه. الشناوي عمل ضجه كبيره جدا في السعوديه بمشاركته مع الاهلي والاداء المتميز اللي ظهر بيه، لان في حراس على مستوى عالي موجودين ما بيأدوش بنفس مستوى الشناوي في الدوري السعودي، عشان كده كلام كتير على الشناوي في الاعلام السعودي. الوطن الرياضي وتصريح لخالد بيبو، قال جمهور الاهلي هو رقم واحد دائما وابدا، وتواجدهم خلف الفريق يجعلنا نشعر بالامان، نقدم اداء مميزا على الرغم من ضغط المباريات، ولا نستطيع الحصول على راحة بشكل جيد، نسافر كثيرا، كما أن مباراة سيراميكا لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب كونه فريقا قويا. وعلى فكرة سيراميكا كان موجود في أبوظبي قبل وصول الأهلي بأسبوع بيستعد لمباراة الأهلي، بس لكن
شخصية البطل، الأهلي قدر يفرض النتيجة والأداء. الوطن الرياضي بيقولوا مصير عودة أحمد حسن كوكا للأهلي، هل ممكن الأهلي يرجع أحمد حسن كوكا؟ الخبر على وعدة الوطن بيقولوا أن في أحد الوكلاء رشح أن أحمد حسن كوكا يرجع للنادي الأهلي، خاصة أنه مهاجم جيد بيقدم مستوى جيد في الدوري التركي وبيلعب في نادي اسمه بنتكسبور التركي، ولكن كولر هو اللي هيحسم هذا الأمر في حال إذا كان الخبر صحيح. طيب، بوابة أخبار اليوم اتكلمت على ملف المهاجم أيضا وقالت أن كولر يفاضل بين هؤلاء لحسم ملف المهاجم، بس الكلام على هؤلاء ما فيهمش أحمد حسن كوكا، الكلام على أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، أحمد عاطف مهاجم فيوتشر، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، ومروان حمدي مهاجم المصري. كلام كتير في السوشيال ميديا، ولكن نروح أكتر للترند المحلي. ملعب القاهرة 24 بيأكد اللي احنا قلناه النهاردة، البنا ومحمد عادل تعرف على قرار لجنة الحكام بشأن نهائي كأس السوبر المصري. هجيب لكم الآخر كده، لو كان الفاينل أهلي وبيراميدز ما كانش البنا اللي هيحكم الماتش، لجنة الحكام كانت هتعمل حساب لبيراميدز وما كانش هتدي الماتش لمحمود البنا، ولكن الأهلي وفيوتشر المرشح محمود البنا، عادل مرشح لإدارة مباراة سيراميكا وبيراميدز، وعلى الفار مش هيحصل تعديل، طارق مجدي في ماتش الأهلي وفيوتشر ومحمود عاشور في مباراة سيراميكا وبيراميدز. آخر حاجة معايا في الترند المحلي، كرة بلس نائب رئيس لجنة الحكام الكابتن محمد فاروق في تصريح بيقول محمد معروف أقسم لي إنه لم يفرق ما بين لاعبي الأهلي وسيراميكا. الكلام اللي اتقال طبعا امبارح من الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا إن كان محمد معروف بيفرق في التعامل ما بين لاعبي سيراميكا عن لاعبي النادي الأهلي. كابتن محمد فاروق قال لي معروف أقسم لي ما فيش تفرقة في التعامل ما بين الاثنين، لكن أنا زي ما بقول لكم الناس مش عارفة إن محمد معروف بيدير دلوقتي مباريات بمعايير الفيفا عكس ما كان بيدير بمعايير لجان الحكام السابقة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.